إذا للوقوف عند الأزمة المتصاعدة بين ولاية تكساس والحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة وتهديد تكساس بالانفصال عن الولايات المتحدة، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي المتخصص في الشأن الأمريكي صبري سميرة. أستاذ صبري، مرحبا بكم. يعني هل باتت الحرب الأهلية تقترب من الولايات المتحدة الأمريكية بعدما يزيد عن 160 عاما من إعلانها توحيد الولايات بعد أن دخلت في حرب أهلية وبالتالي أنشأت الدولة الفيدرالية؟ بالطبع للكلام في هذا الموضوع يعني نحتاج إلى وقت طويل جدا لشرحه، لكن كإجابة مباشرة على هذا السؤال فأقول بأن الأمر بعيد جدا جدا من إمكانية الحدوث، لكن ما يجري في أمريكا هو مؤشرات قوية على تغيرات في البيئة السياسية ناتج عن تغيرات في البيئة الديموغرافية والاقتصادية والصراع بين حزبين، وداخل كل حزب هنالك انشقاقات عمودية بين جناح يميني وأقصى اليمين وجناح يساري وأقصى اليسار. فهذا إذا أردنا أن نتكلم بسرعة وكلام شديد، لكن ما ينشر في الإعلام أمريكا مر في تاريخها الكثير من هذه الحوادث، كثير من هذه الدعوات، الكثير من هكذا أطروحات، لكن لو وصفناه بصورته القائمة على الأرض حقيقة هنالك خلاف ما بين الجمهوريين والديمقراطيين في موضوع المهاجرين. وعلى مدار السنوات اتفقوا في كثير من الأمور ومنها بناء جدران مانعة لدخول المهاجرين، لكن ككل سنة يحدث هنالك صراع كبير جدا في مواضيع الميزانية، بمعنى آخر هنالك صراع كبير جدا بين الأجهزة والمؤسسات وأيضا الدولة العميقة وأصحاب المصالح والشركات إلى آخره إلى آخر. وهناك تغيرات كبيرة جدا، أمريكا تحتاج إلى عمالة هائلة جدا، والحزب الديمقراطي يحتاج إلى مواطنين أكثر من الأقليات حتى يزيد من رصيده الانتخابي على مدار السنوات القادمة. وأيضا في الدولة العميقة هنالك مجموعات المصالح التي لا يهمها ديمقراط وجمهوريون، فهي على صلة مع الجميع، تريد بإدخال مثل هؤلاء أو هذه العمالة بكميات كبيرة جدا، مستغلين الصراع ويغذونه ويتطارعون عليه. فهنالك أطروحات أيديولوجية وهنالك استراتيجية وهنالك أصحاب مصالح إلى آخره، لكن توصيف هذه الحال بأننا على أبواب حرب أهلية وإلى آخره لا أعتقد ذلك. فليس هنالك في داخل أمريكا من هو بمقدوره حمل السلاح بصورة كبيرة جدا توازي القوات الفيدرالية، فهي التي حصرا تحتكر السلاح والقوات الغاشمة، وثانيا الذين يطالبون بالاستقلال أو الدخول في حروب أو إلى آخره مجموعات قليلة حتى في داخل ولاية تكساس التي زاد فيها المهاجرون، وصولا إلى أنهم قد يحرزون أغلبيات في مجلس الشيوخ ومجلس النواب وهكذا. نعم أستاذ صبري، يعني كما تفضلتم الولايات المتحدة مرت بمثل هكذا ظروف، وهذا صحيح لأن جذور الخلافات بين واشنطن وتكساس قديمة، ولكن بماذا تفسر توقيت ظهورها الآن على السطح في هذا التوقيت تحديدا؟ كما ذكرت هو صراع على الأموال والميزانيات. حتى الآن الكونغرس بشقيه النواب والشيوخ لم يتفقوا أصحاب المصالح العميقة والحزبين على الميزانية، وبالتالي بايدن استصدر حكما من المحكمة ضد ما فعله حاكم الولاية. بايدن هو المعني بحماية الحدود كسلطة فيدرالية، فهو فتح الحدود وأدخل المهاجرين لتحقيق المصالح التي ذكرتها والتي تصب في مصالح الجميع. هؤلاء الآخرون يقولوا هذه ولايتنا ولا نريد إدخال هؤلاء المهاجرين، فهو يقول لهم، وهذا آخر تصريح له كان قبل ساعات قليلة، إذا أردتم أن نتفق فيجب أن نتفق على كل شيء، يجب أن نتفق على بنود الميزانية، ويجب أن توافقوا على تمويل أمور كثيرة جدا تتعلق بالمهاجرين والحدود، وإذا وافقتم على هذه الميزانية سأغلق الحدود فورا وأمنع أي شخص يدخل. بمعنى آخر هو يلوي ذراعهم بأنكم طالما تناطحون الحكومة الفيدرالية في موضوع المهاجرين أنا قد فتحت الباب للمهاجرين فليدخلوا، وبالتالي هنا هو مربط الفرس وهنا الصراع الحقيقي، ليس من أولئك المتطرفين جدا الذين يدعون إلى
إقامة ولاية أو دولة مستقلة والانفصال، هذه يعني في عقلية الأمريكية وفي الحياة الأمريكية مرت كثير من الجماعات المتطرفة والمتعصبة التي تنادي بمثل هذه الأمور، لكن الدولة المركزية قوية جدا والشعب الأمريكي ليس في وارده أطروحات حروب أهلية وصراعات أهلية وكل ما هذا الذي يثار في كثير من دول العالم، لأن كل دول العالم معظمها تنتظر أن تسقط أمريكا من داخلها لوحدها إلى آخره، لكن لابد من دراسة هذه الأمور بواقعية شديدة جدا. وهذا الذي يجري في بلدان كثيرة، الصراع عن النفوذ والقوة والمال والسيطرة إلى آخره. أستاذ صبري، كما تعرفون وأنتم تتابعون ومتخصصون في الشأن الأمريكي، الولايات المتحدة التي رسمت خريطة للشرق الأوسط قسمت فيها المقسم وأرادت تنفيذ مخططها الآن انحياز 25 ولاية لتكساس ضد واشنطن ومحكمتها الفيدرالية. ما أثر هذا الانحياز على الداخل الأمريكي، على الفرد المواطن الأمريكي؟ يعني هو تصوير أيضا المشهد بهذه الصورة ليس مكتمل. هناك حرس حدود أو حرس وطني لكل ولاية، وهناك جيش فيدرالي. كل ولاية وفق انتمائها للولايات المتحدة الأمريكية لها صلاحيات تحت الولاية الفيدرالية وتحت ولايتها لوحدها، لا تحتاج إلى إذن الولايات الفيدرالية. فانحيازهم ليس بإرسال جنود لمقاتلة الجيش الأمريكي، هم يقولون نريد أن نرسل حرس وطني ليغلق هذه الحدود، لأن الجيش الأمريكي لا يريد أن يغلق. فنحن الآن في مرحلة أولى من هذا الصراع، أول شيء قضائي، حكم ضد حكم، 5-4 في المحكمة العدل العليا قررت بأنه يجب إزالة الأسلاك الشائكة التي وضعها حاكم الولاية. فالآن هم قالوا نريد أن نرسل مزيدا من المساعدات الأمنية لتغلق الحدود، وليس لتحارب أو تقاتل أحدا إلى آخره. حاكم ولاية تكساس نفسه أصرح وقال هذا كله كلام فارغ ينشر في إعلام العالم، وإنما أنا أريد فقط أن أغلق باب تدفق الملايين على ولاية تكساس، ليس انشقاقا ولا حربا مع فيدرالية ولا غيره، لأنه لا يستطيع أحد أن يتكلم بهذه اللغة في أمريكا. فإذا انحيازهم هو في موضوع واحد محدد، أنهم إذا لم ترسلوا جنودا من الجيش سنرسل حرسا وطنيا لكي يحمي. الآن إذا انتقل الصراع إلى مرحلة لاحقة بأن المحاكم القضائية اعتبرت أن تصرف الولايات خاطئ، سننتقل إلى مشهد آخر من الصراعات، لكن لا أعتقد أنها ستصل، لأنهم أعتقد سيصلون إلى نقطة يتفقون فيها عاجلا أم عاجلا على موضوع الميزانيات وعلى موضوع إغلاق الحدود مرة أخرى. لنتذكر قبل أن نمضي أن أوباما اللي هو الديمقراطي كان أكثر رئيس أمريكي يغلق الحدود ويخرج المهاجرين من أمريكا. أستاذ صبري، هل تتفق مع من يطرح ويقول إن الخلافات بين تكساس وواشنطن لا تعدو أن تكون مناكفات سياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين وليس كما يحاول البعض تصويرها؟ هل تتفق مع ذلك؟ يعني كما ذكرت هنالك مناكفات سياسية حقيقية وحزبية حقيقية وانشقاقات عمودية في المجتمع الأمريكي والنخبة السياسية، ولكن هي مرة أخرى الدولة العميقة وأصحاب المصالح، ما يسمى military industrial complex، يعني منظومة صناعات السلاح الكبيرة جدا، الشركات الإلكترونية والتكنولوجية وغيرها وغيرها. الجيش الأمريكي مرة أخرى من جهة يحتاج عمالة، يعني يحتاج المهاجرين، من جهة يريد أن يجنسوهم لاحقا بعد سنوات وتغييرات ديموغرافية كبيرة جدا يرفضها البيض الذين يرفضون أي شيء غير أبيض وغير بروتستانتي وغير مسيحي، وفي نفس الوقت هناك صراع على الميزانيات. فلذلك الجميع يحاول كأنهم مقامرون على طاولة يلعبون مع بعضهم البعض. طبعا الضحايا هو حالة الشد والرخي التي نشهدها في الإعلام الأمريكي وغيره، والكلام عن تمرد وغير تمرد وغيره. لكن هل نقول أنها مسرحية؟ هي ليست مسرحية بمعنى أنها تمثيلية يعني زائفة، لا، هي واقع حقيقي لكنها تدار من قبل من يمسكون الخيوط بالتمام من أعلى. أستاذ صبري، لنعود بالتاريخ إلى الوراء قليلا، حالة تكساس لم تكن الأولى، فقد سبقتها ولاية كارولينا الجنوبية في القرن 19، ألاسكا في عام 1984، ولكن إن تحدثنا بصورة جدلية، ماذا سيحدث لو استقلت ولاية تكساس عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ بالطبع لو أخذنا مسار حتى نفترض أن هذه يعني قضية قد تحدث، المسارات القانونية الدستورية، تكساس وقعت على الانضمام
الولايات المتحدة الأمريكية. أولا هم ثاروا على المكسيكان أو على دولة المكسيك وحققوا استقلالهم تكساس لوحدها، واستمرت دولة أو مدينة ولاية لوحدها، هم سموا أنفسهم دولة لم يعترف بالطبع بها أحد لمدة 9 سنوات. ثم انضموا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وفق هذا الانضمام والدستور الأمريكي لا تستطيع أي ولاية أن تنسحب من الولايات المتحدة الأمريكية إلا بموافقة كل الولايات الأخرى 49. هذا أول جدلية دستورية. ثانيا، إذا ما وافقت اللي هي الولايات الأخرى، يجب على أن تجري مفاوضات بين الدولة التي تريد أن تستقل. يعني لو تخيل الوضع كما حدث مثلا بين بريطانيا وإيرلندا وإلى آخره، احتاجوا إلى مرور بكثير من، فيجب أن يتفقوا على أمور كثيرة، موضوع الجيش، موضوع الجنسيات، موضوع الحدود، من يدخل من يخرج، من يمسك بها، موضوع الضرائب، موضوع الجمارك، موضوع السياسات الخارجية والعلاقات الدولية، مواضيع كثيرة جدا، وهذه تحتاج إلى سنوات وسنوات وقصص كبيرة جدا حتى تفض. لكن ليس مطروحا على الطاولة أنه يحدث، يعني في قرار قضائي قديم قبل حوالي 140 سنة قال القاضي الأمريكي لا يمكن لأي ولاية أن تستقل إلا إذا حدثت ثورة كاملة واستطاعوا بقوتهم أن يمسكوا بزمام أمورهم، ثم يحصلوا على اعتراف من دول العالم إلى آخره إلى آخره. وهذا بالطبع بالنظر إلى الواقع الأمريكي لا يوجد هناك قوة مسلحة، أرجع للنقطة الأولى، تستطيع أن تقف أمام القوة الفيدرالية المركزية للجيش الأمريكي، فهي محصورة فقط في الجيش الأمريكي. الحرس الوطني وغيره عبارة عن جهاز أمن بأسلحة بسيطة وليست بمعدات تواجه القوة الغاشمة القوية للجيش الفيدرالي الأمريكي. نعم سيدي. من عمان الأكاديمي المتخصص بالشأن الأمريكي صبر سميرة، شكرا جزيلا لكم.